بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الخامسة في الرد على الرافضي الخبيث المدعو حاتم، وأيضا هي في طعنه في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ونستمع إلى كلامه أولا ثم نرد عليه. الراجح عندي أنه لم يصح في فضل معاوية حديث واحد أبدا، وقد سبق إلى مثل هذا الحكم عدد من أهل العلم، يعني ممن ذكر هذا الأمر إسحاق بن راهوية أنه لم يصح في فضل معاوية حديث خاص. يقول الراجح عندي أنه لم يصح في فضل معاوية حديث واحد أبدا، وقد سبق إلى هذا عدد من أهل العلم منهم إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الحلقة السابقة وذكرنا جملة من الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري وغيره الدالة على فضل هذا الصحابي الجليل معاوية، ويكفي أنه من الصحابة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، يكفي هذا كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصادقون هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيه أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، قال عن جميع الصحابة: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فمعاوية من جملة هؤلاء الصحابة الفضلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى. وأما النصوص الخاصة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم عن معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به، يعني معاوية. وهذه فضائل عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرها من الأحاديث. لكن الذي أريد أن أرد عليه في هذا المقطع هو نقله لأثر إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى. وهذا الأثر نقله ابن الجوزي مستدلا به في كتابه الموضوعات في الجزء 2 الصفحة 263، قال: أنبأنا زاهر ابن طاهر قال أنبأنا أحمد ابن الحسين البيهقي قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم قال سمعت أبا العباس محمد ابن يعقوب ابن يوسف قال سمعت أبي يقول سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية ابن أبي سفيان شيء. وهذا الأثر ضعيف ضعيف. السبب الأول: زاهر ابن طاهر، زاهر ابن طاهر يقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء 2 الصفحة 60، قال: زاهر ابن طاهر أبو القاسم صحيح السماع لكنه يخل بالصلاة، لكنه يخل بالصلاة. وهذا طعن في عدالته، ومعلوم أن الحديث الصحيح لا بد أن يرويه راو عدل وضابط، كما قال البيقوني: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فزاهر بن طاهر مطعون في عدالته. قال عنه الذهبي:
لكنه يخل بالصلاة. ولهذا السبب وهو الطعن في عدالته قال الذهبي: فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعا. فالحفاظ كثير منهم تركوا الرواية عن زاهر بن طاهر تورعا لأنه كان يخل بالصلاة. قال: وكابر وكاسر آخر. فيرجح الذهبي في ظاهر كلامه ترك الرواية عنه. فمثل هذا الأثر لا يقوم على رجليه ليحتج به أو ليحتج به هذا الرافضي الخبيث في الطعن في الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبي. ثم على فرض صحة الأثر أن إسحاق قال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية ابن أبي سفيان شيء، فهذا على حد مبلغه وعلى حد ما بلغ إسحاق من العلم، وإلا صح بل في صحيح البخاري مناقب لمعاوية، منها حديث الحديث الطويل في قصة أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويقيل عندها ويطعم عندها، فنام عندها نوما ثم استيقظ يضحك وقال: عرض علي أناس من أمتي يركبون الثبج هذا البحر غزاء في سبيل الله. قال ابن حجر: وضحكوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن هؤلاء، أو كما قال ابن حجر في معنى كلامي. فهذه منقبة عظيمة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا أحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. فهذا وغيره صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يبلغ إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى فهو صحيح في فضائل معاوية، ويكفيه أنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.